The desperate few struggled to survive. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أسعد الله يومك عزيزي المتابع بكل خير. لعبة فور أنر على جميع الأجهزة، بلاي ستيشن، إكس بوكس، بي سي. اللعبة من الألعاب اللي متحمس لها بشكل كبير جدا، هي وهورايزن وغوست ريكون والحين زلدا. عموما من زمان أبي لعبة حربية بالطريقة والأساليب القديمة زي هذه، إن لقيت فهي قليلة جدا ولا تقارن أبدا بتوسع هاللعبة، وبالذات مع نظام تحكم Art of Battle اللي يخليك تتحكم بالشخصية ويعطيك التحكم الكامل وقت المبارزة. طيب، تبدأ باللعبة بعرض ثلاث فصائل لك: الفرسان والساموراي والفايكنجز. تختار لك ما بين أربع شخصيات بالفرسان، كل شخصية تمتاز بعناصر ما هي موجودة بالشخصية الثانية. وكذلك الساموراي تختار ما بين أربع شخصيات، مثلا الشجوكي دب وبطيء لكن إن جاك ضرب منه غالبا أنت ميت، والفايكنجز أو الهمج على قولة أبو المشاميش من ضمنهم أسياد الحرب أو شخصية الوور لوردز، شخصية بطيئة لكن دفاعي بشكل ممتاز ويصد بشكل ممتاز، حتى نطحته ما ترد ما لها كاونتر، وكذلك قوية. طبعا لابد مع بداية اللعبة أنك تجرب الشخصيات كلها حتى تعرف الشخصية اللي تناسبك وش الشخصية اللي أنت حتى مستمتع وأنت تلعب فيها وتناسب برضو طريقة لعبك. المابات أو الخرائط 6 مابات باللعبة، 2 للفرسان و2 للساموراي و2 للفايكنجز. المابات مفصلة بشكل جميل جمال حقيقة، يعني تروح للفرسان تشوف القلاع مبنية ومشيدة بالحجر والحضارة اللي يفتقدونها الفايكنجز، وتشوف فعلا في ماب الفايكنجز اللي يغلبه تواضع في البناء عكس الساموراي اللي تشوف حضارتهم طاغية بالخريطة سواء كانت المباني أو الأسلحة بشكل عام. أطوار اللعبة عندك الدومونيشن ABC تقليدي جدا، كابتشر أكثر وقت عشان تفوز، وتقدر طبعا تلعبها وتلعبونها 4 بنفس الفريق، وفي عندك الدولز 2-2 و1-1، وهذا مود يا جماعة حماسي حماسي، ولا تدخل فيه إلا وأنت خويك متقنين سالفة التحكم، لأن أشين شيء وسأل مجرب أشين شيء إنه يموت خويك ويحجرونك 2 في زاوية. وإن بغيت تعرف الحركات طبعا تقدر تضغط ستارت وتشوف الحركات اللي تسويها شخصيتك وتطبقها حتى تتعلمها بشكل كامل، بالذات سالفة إنك تصد وإنك تكونتر الهجمة اللي جايتك. الأشياء اللي متخوف منها باللعبة، أولا برنامج اليو بلاي على البي سي، ما أدري ليش الشركة ملزمة على هالبرنامج، البرنامج غثيث بكل أمانة، مع ان التحديثات الاخيره صار افضل لكن يظل يو بلاي من اكثر البرامج او من ابثر البرامج اللي ممكن تمر عليك على البي سي. سالفه الاتصال، هالشيء كنت متخوف منه من البدايه لان تجارب السابقه في العابهم زي اساسين كريد او سبلنتر سيل كانت معاناه، وفعلا في فور انر حتى لو انها بيتا وممكن كان ضغط على السيرفرات لكن اللبي احيانا يعلق ولا تقدر تطلع من اللبي الا لما تقفل اللعبه. احيانا يبدا الجيم ويطلع الخصم اللي قدامك ويلخمك ويخلي لك بوت وما يبين لك إلا بعد فترة يعني. لكن داخل اللعبة ولعبت كثير مع أجانب الحمد لله ما كان في أي تأخير نهائيا، وهذا الشيء هو المهم بالنسبة لي في هالنوع من الألعاب، لأن ثانية أو نص ثانية تفرق معك داخل الجيم، بالذات إذا كانت سالفة دفاع وهجوم وصد وضرب نص ثانية تفرق. لكن أبشركم ما كان في أي لاج نهائيا وأنا كنت ألعب مع أجانب. طبعا لعبت 8 أيام و9 أيام وهذه البيتا يا جماعة، فطبيعي يكون فيها بعض المشاكل، وهم قالوا أنها حتى لو تشغل البيتا يقول لك بداية اللعبة هذه البيتا ما هي بالنسخة الكاملة. عموما اللي جربوا البيتا وش رايكم؟ وش أفضل شخصية لعبت فيها؟ هل تفضل الفرسان ولا تفضل الساموراي ولا تفضل الفايكنجز؟ شخصيا أميل للساموراي، أسلوبهم وطريقتهم حتى مسكة السيف تعجوز لي صراحة عكس الفايكنجز، مع أن الفايكنجز كل ما لعبت فيه فزت، قوي قوي الفايكنجز. عموما أعطونا رأيكم في الديسكريبشن، وش الشخصية اللي لعبت فيها، وش الشخصية اللي جازت لك، وش رأيك في اللعبة بشكل عام، لأن صراحة زي الألعاب الجريئة هذه من زمان ما شفنا. يعطيكم العافية يا جماعة، مشكورين، نراكم على خير إن شاء الله، فمان الله.